أعزائي الطلاب والطالبات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في خدمة دروس. درسنا اليوم بسيط وسهل بعنوان القسمة على 3 وعلى 4 لمادة الرياضيات للصف الثالث الابتدائي، فهيا بنا نتعلم استعمال النماذج وحقائق الضرب والقسمة المترابطة لإيجاد ناتج القسمة على 3 وعلى 4. فدعونا ننطلق الآن مع رحلة الإبداع والإمتاع مع السؤال الأول. لدي 9 قطع وأريد وضع كل 3 قطع في مجموعة، فكم يصبح لدي من مجموعة؟ لدي 9 قطع وأريد وضع كل 3 قطع في مجموعة واحدة، ونكتب 9 تقسيم 3. 9 هنا عدد القطع، أما 3 فهو عدد القطع في كل مجموعة، فكم يصبح الجواب يا أبطال؟ لنعدها معا: المجموعة الأولى، المجموعة الثانية، المجموعة الثالثة، فيكون الجواب كم؟ ممتاز، 3. ولا تنسى عزيزي الطالب أننا نسمي 9 هنا بالمقسوم، أما 3 المقسوم عليه. أما 3 التي في الجواب نسميها ناتج القسمة. ولننتقل الآن إلى السؤال التالي. لدي 12 قطعة وأريد وضع كل 4 قطع في مجموعة، فكم يصبح لدي في مجموعة؟ إذا لدي 12 قطعة، دعونا الآن نقوم بوضع كل 4 قطع في مجموعة، ونكتب 12 تقسيم 4 يساوي 12، وهو عدد القطع، أما 4 فهو عدد القطع في كل مجموعة، فكم يصبح عدد المجموعات؟ يكون الجواب 3. ولا ننسى كما ذكرنا سابقا أن 12 أسميها بالمقسوم، أما 4 فماذا أطلق عليها؟ المقسوم عليه، أما 3 ناتج القسمة. ولننتقل بعد ذلك أحبتي إلى المثال الأول. عدد اللعب 24 لعبة وزعت بالتساوي بين 3 طلاب هم محمد وعلي وحسن، اكتب جملة عددية تبين نصيب كل واحد منهم. نلاحظ أننا نقوم بتوزيع 24 لعبة إلى 3 مجموعات صغيرة متساوية، فنكتب 24 تقسيم 3 يساوي، وكذلك أستطيع كتابتها بصورة أخرى فأكتب 24 تقسيم 3. ما رأيكم أن نقوم بحلها عن طريق النماذج؟ فأضع 24 قطعة عد، هذه الأولى، الثانية، الثالثة، الرابعة، الخامسة، السادسة، السابعة، الثامنة، التاسعة، العاشرة، الحادي عشر، الثاني عشر، الثالثة عشر، الرابعة عشر، الخامسة عشر، السادسة عشر، السابعة عشر، الثامنة عشر، التاسعة عشر، العشرون، 21، 22، 23، 24. وأضع كل 3 قطع في مجموعة واحدة. فالسؤال الآن: كم أصبح لدي من مجموعة؟ لنقوم بعدها معا: المجموعة الأولى، المجموعة الثانية، المجموعة الثالثة، المجموعة الرابعة، المجموعة الخامسة، المجموعة السادسة، المجموعة السابعة، المجموعة الثامنة، فكم يكون الجواب؟ أحسن، 8. وأيضا أستطيع كتابة الإجابة هنا 8، وبذلك يكون نصيب كل شخص 8 لعب. ننتقل بعد ذلك أحبتي إلى المثال الثاني. يريد أحمد أن يقسم 20 ريالا بالتساوي على 4 أشخاص، اكتب جملة عددية تبين نصيب كل شخص. إذا نلاحظ أن أحمد يريد أن يقسم 20 ريالا إلى مجموعات صغيرة متساوية على 4 أشخاص. نكتب الجملة التالية: 20 تقسيم 4 يساوي فراغ، والعشرون وهي 20 ريالا التي مع أحمد، أما 4 فهي عدد الأشخاص. وذكرنا أنني أستطيع كتابة القسمة بالشكل التالي: 20 تقسيم 4. ما رأيكم أن نقوم بحلها بطريقة الحقائق المترابطة؟ فنعلم أن 4 ضرب فراغ يساوي 20، فأفكر ما العدد الذي إذا ضربته في العدد 4 يكون 20. من يحفظ جدول الضرب يستطيع الإجابة على هذا السؤال بسرعة. أحسن، 5. وهذه هي جملة الضرب. الآن نكتب جملة القسمة: 20 تقسيم 4 يساوي 5، فيكون الجواب في السؤال 5، وأيضا يكون الجواب هنا يساوي 5. ما رأيكم أحبتي أن نقوم بتطبيق ما تعلمناه في التدريب التالي؟ استعمل أي من طرائق القسمة لأجد ناتج القسمة. السؤال الأول: 15 تقسيم 3 يساوي فراغ. أخذنا حتى الآن أحبتي طريقتين من طرائق القسمة لإيجاد ناتج القسمة. الطريقة الأولى من يتذكرها؟ أحسنت، عن طريق النماذج والشبكات. الطريقة الثانية عن طريق الجمل المترابطة بين الضرب والقسمة. بعض زملائك مختار طريقة النماذج، فلنقم بحلها بهذه الطريقة. نقوم برسم 15 نجمة
الأولى، الثانية، الثالثة، الرابعة، الخامسة، السادسة، السابعة، الثامنة، التاسعة، العاشرة، الحادي عشر، الثاني عشر، الثالثة عشر، الرابع عشر، الخامسة عشر. وأقوم بوضع كل ثلاثة نجوم في مجموعة واحدة. الآن قمت بوضع كل ثلاث نجوم في مجموعة واحدة، فكم أصبح لدي من مجموعة؟ لنقوم بعدها معا: المجموعة الأولى، المجموعة الثانية، المجموعة الثالثة، المجموعة الرابعة، المجموعة الخامسة، فيكون الجواب كم؟ ممتاز، خمسة. فلنأخذ الآن السؤال الثاني: صفر تقسيم ثلاثة يساوي فراغ. دعونا نقوم بحلها بطريقة الحقائق المترابطة. نعلم أن ثلاثة ضرب فراغ يساوي صفر. من يستطيع أن يعرف العدد الذي إذا ضربته في الثلاثة أصبح الناتج صفر؟ ممتاز، صفر. هذه هي جملة الضرب، فمن يكتب الآن جملة القسمة؟ زميلكم يقول نكتب صفر تقسيم ثلاثة يساوي كم؟ أحسن، صفر، فيكون الجواب صفر. ننتقل إلى السؤال الثالث: 16 تقسيم أربعة يساوي فراغ. زملائكم يقولون دعنا نقوم بحلها عن طريق الحقائق المترابطة، فنكتب 4 ضرب فراغ يساوي 16. ما هو العدد الذي إذا ضربته في الأربعة كان الناتج 16؟ زميلكم يقول نكتب 4، وهذه كما ذكرنا جملة الضرب، فنكتب جملة القسمة الآن. من يكتبها؟ 16 تقسيم 4 يساوي 4، فيكون الجواب في السؤال الثالث كم؟ 4. أحسنت. ما رأيكم الآن أن ننتقل إلى المثال الثالث ونقوم بحله؟ يريد أحمد أن يقسم 20 ريالا بالتساوي على 4 أشخاص. اكتب جملة عددية تبين نصيب كل شخص. سبق أن قمنا بحل هذا السؤال بطريقة الحقائق المترابطة، فلنأخذ الآن طريقة ثالثة لحل هذا السؤال، فنكتب 20 تقسيم 4، العشرين ريال التي مع أحمد، أما الأربعة فهي عدد الأشخاص. وكذلك نستطيع كتابة القسمة بالشكل التالي: 20 تقسيم 4. دعونا نقوم بحل السؤال باستخدام الطرح المتكرر، فأبدأ من 20 حتى أصل إلى الصفر، وفي كل مرة أقوم بطرح العدد 4، فلنقم بها سويا، فأكتب 20 ناقص 4. أحسنت، 16. أكرر عملية الطرح مرة ثانية فأكتب 16 ناقص 4. ممتاز، 12. أكرر عملية الطرح مرة أخرى فأكتب 12 ناقص 4. ممتاز، 8. أقوم أيضا بتكرار الطرح مرة أخرى فأكتب 8 ناقص 4. ممتاز، 4. وأقوم الآن بعملية تكرار الطرح مرة أخرى فأكتب 4 ناقص 4، 0. بما أنني وصلت إلى الصفر فإنني أتوقف. الآن كم مرة قمت عملية الطرح حتى وصلت إلى الصفر؟ دعونا نعدها سويا. هذه المرة الأولى، المرة الثانية، المرة الثالثة، المرة الرابعة، المرة الخامسة، فيكون الجواب كم؟ أحسن، 5. وأيضا في عملية القسمة هنا يكون الجواب 5، أي أن نصيب كل شخص 5 ريالات. دعونا نطبق ما تعلمناه في التدريب التالي. استعمل أي من طرائق القسمة لأجد ناتج القسمة. سؤال الأول: 12 تقسيم 3 يساوي فراغ. أخذنا أعزائي الطلاب من طرائق القسمة النماذج والشبكات، الطريقة الثانية الحقائق المترابطة، الطريقة الثالثة وهي الطرح المتكرر. فأي طرائق القسمة تفضلون لحل هذا السؤال؟ بعض زملائكم اختار، يقول دعنا نقوم بحلها باستخدام الطرح المتكرر، فنقوم بالطرح من 12 حتى أصل إلى الصفر، وفي كل مرة أقوم بطرح العدد 3. 12 ناقص 3، أحسنت، 9. أكرر العملية مرة أخرى فأكتب 9 ناقص 3، ممتاز، 6. أكرر العملية مرة أخرى فأكتب 6 ناقص 3، أحسنت، 3. أكرر العملية مرة أخرى فأكتب 3 ناقص 3 يساوي، ممتاز، 0. الآن أحبتي كم مرة قمنا بعملية الطرح المتكرر؟ لنحسب معي: هذه المرة الأولى، المرة الثانية، المرة الثالثة، المرة الرابعة، فكم يكون الجواب؟ أحسنتم، 4. ننتقل إلى السؤال الثاني: 32 تقسيم 4 يساوي فراغ. دعونا أحبتي نجرب طريقة أخرى. زملاؤكم اختاروا طريقة الحقائق المترابطة، فنعلم أن 4 ضرب فراغ يساوي 32،
فما هو العدد الذي إذا ضربته في الأربعة أصبح الناتج 32؟ أحسن، 8. الآن نكتب جملة القسمة، فمن يساعدني في كتابتها؟ شكرا لك يا بطل، 32 تقسيم 4 يساوي 8، فيكون جواب السؤال الثاني 8. ننتقل الآن إلى السؤال الثالث، 9 تقسيم 3. ما رأيكم أن نقوم بحلها باستخدام النماذج والشبكات؟ فأقوم برسم شبكة من الدوائر، الدائرة الأولى، الثانية، الثالثة، الرابعة، الخامسة، السادسة، السابعة، الثامنة، التاسعة. أقوم بوضع كل ثلاثة دوائر في مجموعة، فكم أصبح الآن عدد المجموعات؟ لنحسب معا، مجموعة الأولى، المجموعة الثانية، المجموعة الثالثة، فكم يكون الجواب؟ أحسنتم بارك الله فيكم، 3. نجد أننا أحبائي الطلاب قمنا بحل ثلاثة أسئلة بثلاثة طرائق للقسمة. ذكرنا أن الطريقة الأولى الطرح المتكرر، الطريقة الثانية وهي الحقائق المترابطة، الطريقة الثالثة وهي النماذج والشبكات. دعونا ننتقل الآن إلى التدريب الثالث. أنفقت ليلى 21 ريالا لشراء كتابين وقلم، إذا كان ثمن الكتاب يساوي ثمن القلم، فكم ثمن كل منهما؟ نكتب 21 تقسيم 3، 21 وهو ما أنفقته ليلى، أما 3 فهو كتابين وقلم. نقوم بحلها كما تريدون باستخدام حقائق الضرب المترابطة، فنعلم أن 3 ضرب فراغ يساوي 21. ما هو العدد الذي إذا ضربته في الثلاثة كان الناتج 21؟ أحسن، 7. وهذه جملة الضرب. الآن دعونا نكتب جملة القسمة. نكتب 21 تقسيم 3، كم يكون الجواب؟ 7، فيكون الجواب 7. ننتقل بعد ذلك أحبائي الطلاب إلى السؤال التالي، يمارس كريم رياضة المشي، فإذا قطع 18 كيلو مترا خلال 3 أيام، وكان يمشي مسافات متساوية في الأيام الثلاثة، فكم قطع في اليوم الأول؟ نكتب 18 تقسيم 3، 18 وهي المسافة التي قطعها كريم، أما الثلاثة فهي 3 أيام، وكذلك نستطيع كتابتها بالشكل التالي، 18 تقسيم 3. لنقم بحلها بطريقة الحقائق المترابطة، فنقول نعلم أن 3 ضرب فراغ يساوي 18. ما هو العدد الذي إذا ضربته في العدد 3 كان الجواب 18؟ ممتاز، 6. فتكون جملة القسمة 18 تقسيم 3 يساوي 6، فتكون الإجابة 6، وأستطيع حلها أيضا هنا فأكتب 6. فدعونا الآن ننطلق ونقوم بحل السؤال التالي، دفع 4 أشخاص بالتساوي إيجار قارب مدة ساعتين، إذا كان إيجار القارب في الساعة 40 ريالا فكم دفع الشخص الواحد؟ علينا في البداية أحبائي الطلاب إيجاد إيجار القارب في الساعة، فأكتب 40 تقسيم 4، 40 وهي قيمة إيجار القارب في الساعة، أما 4 فهي عدد الأشخاص، فكم يكون إيجار القارب في الساعة؟ أحسن، 10. إذن دفع الشخص الواحد في ساعتين، نكتب 10 ضرب 2، 10 وهي قيمة القارب في الساعة الواحدة، أما 2 فهو خلال ساعتين، فيكون الجواب كم؟ 20. فيكون بذلك قد دفع الشخص الواحد في ساعتين 20 ريالا. وبذلك أحبتي قد تعلمنا اليوم القسمة على 3 وعلى 4، وأخذنا من طرائق القسمة عند إيجاد العملية 6 تقسيم 3، الطريقة الأولى طريقة الشبكات، أقوم برسم 6 أشكال وأقوم بتوزيعها، كل 3 أشكال أضعها في مجموعة، فكم عدد المجموعات؟ ممتاز، 2. الطريقة الثانية وهي طريقة الحقائق المترابطة، فأخذنا أن 2 ضرب 3 يساوي 6، وكذلك 3 ضرب 2 يساوي 6، وهذه جملة الضرب، أما جملة القسمة 6 تقسيم 2 يساوي 3. الطريقة الثالثة التي أخذناها وهي طريقة الطرح المتكرر، فنبدأ من 6 حتى أصل إلى الصفر، وفي كل مرة أقوم بطرح العدد 3، فأكتب 6 ناقص 3 يساوي 3، وأستمر فأكتب 3 ناقص 3 يساوي 0، بما أنني وصلت إلى الصفر فهنا أتوقف. عدد مرات الطرح المتكرر مرتان، المرة الأولى، المرة الثانية، فيكون الجواب 2. أسأل الله التوفيق لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.